بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل سيدنا محمد النبي العربي وعلى آله وأصحابه وذريته وأنصاره ومحبيه والمؤمنين به إلى يوم الدين. وبعد، فنحن الآن في تفسير سورة الإسراء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فمن سورة الإسراء المسلمين بدل ما يدرسوا هالدرس ويدرسوا التاريخ ويشوفوا قالوا الله كيف طبق على الأمم قبلنا ويطبق علينا نحن بعد هذه العصور وهذه الدهور، وأن قانون الله لا يتبدل ولا يتغير. مشغولين هذا الإسراء، معقول؟ لا ما معقول. منطقي؟ لا ما منطقي. لا كذب؟ لا صدق. وليع الآن إن احنا عاد أمة نستحق الحياة. فالله أكرم النبي، ما لأنه اسمه محمد ابن عبد الله أكرم النبي لاستعداده لأعماله لما وهبه الله أكرمه به، لكن كان أهل. شوف أعماله، أخلاقه، جهاده، نضاله، بذله، إيثاره، زهده، ورعه، تقواه، ما تحمله. لا راحة لأبيك وكرباه يا أبتا، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. لا راحة لمؤمن دون لقاء وجه ربه. الحياة كفاح، النبي عم يقول جهاد، نضال، إيثار، تعليم، إرشاد، أهداف سامية. فنحن بإيش مشغولين؟ بموضوع الإسراء والمعراج. طبعوا قصة نقراها، العجاز كان يقروها، هي كمان بطلة. هلأ المسلمون يقول هذا ما في لا أعراج ولا مسراء، كله غرفات. فالشيء اللي أعظم درس أنزله الوحي لنا قبل 1400 سنة ليكون درسنا بعد 1400 سنة. عم نفهم الدرس؟ هل فهمنا العظات؟ هل ألممنا بهذا التاريخ السماوي والوحي الإلهي الذي لا ينطق عن الهوى؟ السبب ما في شيخ، السبب ما في جامع. لما الله قال لمسجد أسس على التقوى، ما هي التقوى؟ التقوى علم وعمل، ما عمل الأبدان فقط، بل عمل القلوب قبل عمل الأبدان، وعمل العقول والأفكار قبل عمل الأجسام. فإذا ما اجتمعت الأعمال، أعمال القلب بالصدق والإخلاص واليقين، وأعمال العقل بالفكر الناضج والحكم الصحيحة التي تتفجر عن القلب الصادق مع الله المتفجر بنور الله. ولا يا أمي، قانون الله ما بيغير التنابل، وما قانون الله بيعرف قدر الكسالة والجهل والفساق وعبيد الشهوات والبهائم والسالكين مسلك الدواب. قانون الله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المسلمين في أحد خالفوا القانون الحربي اللي النبي وضعه لهم ورسمه وخططه. الرماة ما حافظوا على مركزهم في حماية ظهر الجيش مع وجودهم، وهم أشرف أجيال الإنسان من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، وقائدهم النبي، ووصفوا بأعلى الأوصاف في القرآن. لكن لما أخطأوا القانون
ما شفعت فيهم، كل مناقبهم انه الله ينصرهم. وكان النبي ان يقتل ويزول الاسلام لخطيئة فنية حربية عسكرية. في معركة هواشن اخطأوا خطيئة اخلاقية، ان اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. الاعجاب سعد ما قال السيد سعد، كان يقول في سبيل الله. فإذا واحد ذكر اسمه أو ظهر منه إعجاب بعمله أو إراءة لسلوكه كان يعد هذا قد حبط عمله. هلأ بدنا نعبد الأشخاص، نجعل كل الأمور مربوطة بالأسماء. النبي ما قال بدر محمد، ولا قال فتح مكة محمد، ولا قال خالد بن الوليد يرموك خالد، وإذا حكاها بيستحق. فتحوا الدنيا وما كانوا يحبوا تذكر أسماءهم ولا تظهر أشخاصهم إلا في سبيل الله وفي مرضات الله، مع كل الكفاءات، مع كل البذل، مع كل العقائد، مع كل الأعمال الفاضلة. إذا ما كان عملك خالص لوجه الله ما لك حظ من حظوظ النفس ولا حظ من حظوظ الأنا. فاني في الله ذكرا وحضورا ومقصدا ونية وعملا وهدفا فأنت هالك. ورد في حديث رسول الله أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة أشخاص. الله بيسعر نار جهنم ثلاثة، بيجعل أصاصيه بجهنم، بالمجاهد وبالعالم وبالمتصدق. فيؤتى بالمجاهد بين إذن الله بيقول له ماذا عملت فيما أنعمت به عليك؟ أعطيتك نعم، أعطيتك عطايا، الدولة بتعطيك راتب مقابل عمل، إن أعطيتك شو عملت؟ سمع وبصر ووجود وحياة ومال وولد وزوجة وشمس وقمر. قل يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فإذا كان عمله إلا حتى يقولوا معركة فلان وشغل فلان وبطولة فلان، الله بيقول له كذب، والملائكة بتقول له كذب. إنما جاهدت ليقال جاهد فلان، ما جاهدت في سبيل الله، فيؤمر بسحبه إلى النار. المتصدق قل يا ربي تصدقت، قل له الله كذب، إنما تصدقت ليقال فلان تصدقت. العالم قل يا ربي علمت وعظت وهديت الناس، الملائكة أو الله بيقول له كذب، إنما علمت ليقال العالم فلان علم فلان. يا ابني وين وين الدنيا؟ وين الإخلاص؟ وين حتى الله ينزل معنا في المعركة؟ بدها جامع، الجامع يعني الشيخ، الجامع يعني المكان، مكان العلم والتعليم، مكان بناء العقل والحكمة، مكان تزكية النفس وتحليتها بالأخلاق الظاهرة والباطنة. المسجد، هذا المسجد الذي الله قال عنه لمسجد أسس على التقوى. إنما يعمر مساجد الله، ما المهندسين والبنائين، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالإسراء، سورة إسراء، سورة بني إسرائيل، هي درس لبني إسرائيل لما للمسلمين. هذه الثقافة التاريخية وهذه الدروس الإلهية السماوية من طريق الوحي جبريل سجلت في القرآن لتتلى تجويدا فقط أو لتدرس فهما وعقلا وتأثرا وعملا بمقتضاها وبحسب أهدافها وبحسب مقاصدها وهديها. إذن إذا في فساد لازم نقوم نغير الفساد إلى الصلاة، في جهل نحوله إلى العلم، في تفرقة
حولها إلى الوحدة. أسباب الوحدة وحدة العقيدة، أسباب الوحدة تربية النفس وخروجها من أنانيتها، خروجها من أهوائها ومصالحها الشخصية. إذا كل واحد اشتغل لنفسه بشخصه أمة متفرقة. هلأ أكثر شيء في مجتمعنا كل واحد عم يدور على عم يغني على ليله، أما في الإسلام ما كان كل واحد يغني على ليله، كل واحد بده نجاح الأمة، سعادة الأمة، رفاه الأمة، عز الأمة. الذي لا تتحقق هذه المعاني إلا بامتثال أوامر الله ورضاء الله. فالدين اختصر الطريق تعليما وإنتاجا وإثمارا، علمهم بأقصر المدد وأعطاهم إنتاج بأقل المدد وبأقل الكلف. هاي صلنا 30 سنة نبي حياة النبي تعليما وإرشادا ووحدة ودولة مستقلة محررة. كم سنة؟ 20 سنة. ما في تلفزيون ولا تليفون ولا سيارة ولا جرائد ولا مطبوعات، لكن في إيمان وعقيدة وثقافة إسلامية سماوية. من وفاة النبي إلى خلافة عثمان يطلعون 20 سنة، وعشرين 40 فكانت جيوش العرب تفتح الهند. هلأ راح صلنا أكثر من 30 سنة مستقلين البلاد العربية والعالم الإسلامي. إلى الآن العالم الإسلامي حسن يحرر شبر أرض. هاي الفلبين في مسلمين جنوبها، فلبين كانت كلها بلاد إسلامية، إجا البرتغال والإسبان والأمريكان حولوها من بلاد إسلامية إلى بلاد مسيحية. والآن العالم الإسلامي كل الآن تحت هذا التهديد والاستعمار القلبي والفكري لاقتلاع الإسلام علوما وأخلاقا وفلسفة وحكمة وجهادا وسلوكا، واستبداله بالأنانيات والشهوات. كان بطولاتنا بطولات اليرموك وبطولات خالد، بطولات القادسية وبطولات سعد، بطولات فتح الأندلس والهند والصين. الآن بطولاتنا بطولة كرة السلة، بطولاتنا كرة القدم، بطولاتنا بطولات الوزن الخفيف، شو بيسموه وزن الديك، صار بطل. وإذا انهزم إجا واحد عم يبكي عم يقول شو قال انهزم البطل، خسرنا المعركة، انهزمنا. خمنا القصة بفلسطين، إن في معركة فلسطين تاني المسألة كرة إيش؟ كرة السلة. إلى أي حد نازلين في المسخ ممسوخين؟ هاي بطولاتنا ملكاتنا. فمنا الوليد ومنا الرشيد. الوليد اللي كان جيوشه في ضواحي باريس، هذا ملك ورئيس. الآن ملكة القطن، ملكة جمال، ملكة القطن، ملكة الكرم ويغنى وطبخ، ملكة الطباخ راحوا، ملكة جمال السيقان، ملكة الرقص. هاي اليهودية والصهيونية العالمية تفتك بعقولنا، تمسخ أفكارنا، أبادت حضارتنا الصليبية والصهيونية العالمية والإلحاد العام، ونحن لا ندري ما هي المعركة، ما ندري من هو العدو. نحن أعداء أنفسنا بالجهل والألانية وبعدنا عن هدي القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لما اهتدى بهديه العرب توحدوا أم تفرقوا؟ أتاهم موحدين فتفرقوا أم ممزقين فجعلهم كتلة واحدة أقوى من الفولاذ؟ أتاهم جهلاء وثنيين أو علماء متحضرين فأخرهم؟ كانوا فقراء يأكلون العظام والجيف، يأكلون الفطائس، فصاروا يأكلوا الفالوزج بصحون الفيروزج، صاروا ملوك الشرق والغرب. كتبنا تملأ مكتبات أوروبا وأمريكا وروسيا، كل أخذوا منها علومهم وإلى الآن يدرسونها. نحن نحتقرها، نحن لا نعرف أن نغربل تبنها من
قمحها، ما بنعرف نفصل الشمع من العسل، ما بنعرف نكسر الجوز لنأكل اللب ونرمي القشر، لأن الجوز له قشرة خضراء مرة نكب الجوزات، وجوز الهند لأنه قشرته يابسة من عط أخي أشوفها لك ابني هذا قشر الله جعله درع لحتى يحمي لك الفاكهة ما تتلف، شيلها وكل الجواني لا لأنه فيه قشرة منكبه، والصبارة منكبه، والخاروف أخي منين ناكل؟ أكل من ظهره صوف، من ليته صوف، من تحت مدري إيش، من قرنه عظم كبين الخاروف العمر، القمح أخي تبن كبه لك ما تغربين لك ما تأشر لك ما تفصل الشمع عن العسل. طيب الإسلام قريت التاريخ لك أعرفت من هو شخص محمد؟ لك فرنسا مرة جان دارك يعملوا لأعياد، انت هل عرفت عيد سيدنا محمد؟ ولادته، تاريخه، رسالته، مبدأه، آثاره. يجي واحد أمريكاني يعمل كتاب المئة الأوائل اسمه الدكتور مايكل هارت، يجمع ضمائر العالم من خلق آدم إلى هذا القرن، ينتقي 100 شخصية أعظم علماء العالم التي تركوا الآثار العظيمة في العالم ويرتبهم الأهم فالأهم والأعظم فالأعظم، وهو نصراني بروتستانتي أعجمي أمريكاني، يجعل محمدا ابن عبد الله أعظم إنسان وطأت أقدامه على الأرض، وأنت العربي القومي المثقف اللي حامل الشهادة ما بتعرف لا قليلا ولا كثيرا عن سيرة محمد ولا عن مبدأ محمد ولا عن شرع محمد ولا عن نضال محمد ولا عن تلاميذ محمد ولا عن رسالة محمد. ملأت الدنيا وتشغل الفلاسفة والعلماء ويدخلون وإلى الآن في الشعوب الراقية بالمئات والألوف، وأنت عربي فعقيم في العقل، عقيم في العلم، عقيم في الفهم، عقيم بالسلوك، عقيم بالأخلاق، عقيم بالإنتاج. شو عملنا؟ هل استطعنا نوحد بلدين عربيين؟ هل استطعنا نحرر فلسطين؟ هل استطعنا نقيم صناعة وتكنولوجيا بعد 30 سنة؟ هل استطعنا أن نستعيد حضارتنا، إسلامنا، بطولاتنا؟ ما بقول هذا القول فقط، لكن أقول النبي عليه الصلاة والسلام قال خير أمتي أولها وآخرها، وبين ذلك ثبج أعوج، لست منه وليس منك، وأمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ويقول الله تعالى ليظهره على الدين كله، والنبي يقول سيصل الإسلام، والنبي لما بيقول سيصل الإسلام إسلامنا لما إسلام النبي والصحابة، الإسلام اللي النبي بيعرفه، سيصل ما وصل إليه الليل والنهار، إلا الإسلام سيعم الأرض. والآن في كل بلاد الدنيا الراقية من اليابان إلى أمريكا إلى أوروبا الآن تظهر الإسلام في القلوب في العقول، الآن في مجلسكم، في مجلسكم هذا اللي نحن فيه، في فرنسيين، في ألمان، وفي هولندا، وفي نمساويين من كل الفئات، كلهم أسلموا ذكرا وخشوعا ويطلبون العلم ليرجعوا إلى قومهم منذرين. والعرب يخرجون من دين الله أفواجا، فهدول العرب، هدول العرب إذا كان عرب أعظم من في العرب محمد بن عبد الله، وأعظم ما في العرب وأعظم ما أنتجه العرب إذا كان من إنتاج لا ما من إنتاج، هذا من فضل الله ووحي الله، أعظم ما ظهر في العرب في تاريخ الدنيا وأعظم ما ظهر في الدنيا الإسلام. فأعظم شيء ظهر في الدنيا وصورة خاصة في التاريخ العربي اللي الإسلام اللي هو عقيدة ودستور وثقافة وتاريخ وعظمة وعالمية، الإنسان العربي يجهله بعدين يعادي، هذا مسخ. فإذا الله عاد أرسل علينا عبادا له أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وأجدون الجلوة، الصورة والجلوة الكبرى بيكون عدلا من الله أم ظلم، لا أقصد فئة، كل الفئات وأولا المشايخ
المشايخ بدهم يعودوا إلى فقه القلوب، إلى تزكية النفوس، إلى حقائق العلوم. لسه في إمكان في رجال يحسنوا يعلموا الإسلام ككل بكل جهاته وفروعه، وأرجو الله أن ربي عز وجل يمن على هذه الأمة برحمته وبفضله يجمع وحدتها ويعلي كلمتها ويرجعها إلى علومها وإلى إخائها ومحبتها، ليجعل منها قادة الأمم، لا قادة استعلاء واستعمار، قادة علم وإخاء وحب وتعاون. لأني أعتقد إذا الإسلام رجع لا يرجع فيستعمل الجهاد، لأن شعوب العالم ما تحتاج الجهاد، كلها تبحث عن الحقيقة، فإذا رأت الحقيقة تذعن لها من غير جهد وجهاد. في هذا الأسبوع أحد كبار السفراء زاد بنهاية الجلسة لما يعني قال لي: زرتك سفيرا وأودعك تلميذا. زرتك سفيرا وأودعك، ما يعني أنا أحمد كفتارو؟ هذا عم يخاطب الإسلام، وبهالساعة ساعة ونص شو سمع؟ ما سمع ذرة من بحر. فيا ابني الله يلهمنا جميعا الحاضرين والسامعين اللي بيسمعوا في الفيديو والكاتبين، الله يوفقنا جميعا نعود إلى أمجادنا، إلى السكة تبعنا. اللي القطار ما بيمشي بدون سكة، بدون سكة طالع عن السكة شو بيمشي؟ بيتم بأرضه، كل ما دايت الدواليب يغوص في الأرض. أما على السكة بيمشي بالساعة 100 كيلومتر وفي بيمشي 200 كيلومتر. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد إلينا عقولنا، نضج عقولنا، أحيي أفكارنا، زكي نفوسنا، تب علينا يا ربي، ارحمنا، كفانا ذلا هوانا تفرقة تمزيقا، يقاتل بعضنا بعضا، يدمر بعضنا بعضا، والعدو يرقص ويطرب ويسرح ويمرح، وما يمليه علينا من دسائس ومن تفرقات نتقبله كوحي سماوي. الله يجعلنا نتقبل وحيك كما تقبله المؤمنون الأول، وننصر دينك وكتابك كما نصره آباؤنا العرب الأول والمؤمنون الأول. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا لا في هذه الدنيا ولا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.